يعني ايه تغيرات مناخيه؟ سمعتي عنها اكيد. اكيد يعني الجو بيختلف من فتره لفتره، يعني احنا الشتاء عندنا بقى شتاء قوي، الصيف عندنا بقى صيف قوي، فتحسي في تغيرات مناخيه بتحصل. استخداماتنا اليوميه للحياه ممكن بطريقه خاطئه بيأثر على المناخ. دلوقتي الاختراعات الكتير ابتدت تعمل تلوث بيئي، فبقت المناخ بيحصل فيه زي تغيرات مناخيه. بالظبط. يعني ساعات مثلا الشتاء ما يجيش مثلا بنفس درجه كل مره، لا ساعات بيبقى فيه الشتاء بيتقل عن سنه عن سنه، تلاقي بقى الدرجات في تفاوت في الدرجات مثلا كتير، فاعتقد ده يعني بقى الصيف حر قوي والشتاء برد قوي. انت تقصد ان الصيف بقى صيف بقى صيف بقى شتاء؟ مش حاسس بأي تغيير في المناخ؟ الجو دلوقتي بقى برد شويه بس. الجو برد؟ انت حاسس ان الجو الايام دي برد؟ الجو الايام دي برد يعني اكتر من الاول. ما اعرفش ايه اللي انت بتقوله ده، انا مش عارف بقول ايه. اعرف ان في احتباس حراري وفي حاجات كتير بتحصل المفروض تتلحق قبل ما الدنيا تبوظ خالص. ده عمل غير الحراره، عامل قلق في بالك. والميه عليت فعشان الجليد ساح، ده اللي انا عارفه، ده اللي انا سمعته. ف يعني على فكره انت بتقوله مظبوط بس بتقوله بطريقه تضحك. الاحتباس الحراري يعني مثلا وطبقه يعني الاوزون والكل الكلام ده كله. ايوه. طب ما هو دلوقتي كل ده المتسبب فيه الدول الصناعيه العظمى السبعه، التغيرات المناخيه. واحنا اللي بنتعرض كل وقت لازاي بالظبط التغيرات دي كلها. دي اسمها ايه؟ تغيرات مناخيه. قول ورايا. تغيرات مناخيه. برافو عليك. يعني احنا مثلا حاليا مثلا يعني لو في الشتاء بنلاقي ايام بتيجي حر بدرجه غريبه الشكل. في الصيف نلاقي الجو بيختلف، تلاقي النطره بتنطر. الاجواء دي ما كناش عايشين فيها. مؤتمر الاتفاقيه الاطاريه للامم المتحده للمناخ بتنظمه الامم المتحده، وبتنفق على تكاليف تنظيمه بالكامل، وكل رئيس او وفد او مشارك بيدفع نفقات اقامته، وده معناه ان تكاليف المؤتمر بتدخل للفنادق والمنشات السياحيه، وهي عوائد مباشره بتفتح الباب لموسم سياحه، ده غير الدعايه المجانيه السياحيه الهائله اللي بتمتلكها مصر.